انت الحبيب انت الحبيب انت الحبيب انت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط عند الصراط عند الصراط إذا ما زلت القدم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا محمدنا على آله وصحبه. فقد مولى تبارك وتعالى أكرم من حتى العمر فلله إن حصدت أم استيسر ولا تحدث عن أنفسكم حتى يبلغ الهدي محده إن كان مريضا أو في أدب من رأسه فدت من صيام صلاة الفجر فإذا عدت فمن تمتع بالعمرة الحج أو استيسر من الحج فتبيك فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت كعشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهلكم حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب حتى أشهر المعلومات أو فرض فيهن الحج فلا رفض ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمك الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تكتروا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين وأخذوا الحج أفراد الناس استغفر الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرى فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لكم تأتي من خلاق ثم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب فاذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون فاتقوا الله العظيم. هذه الآيات البينات اشتملت على معظم أحكام الحج والعمرة. تكلمنا عن معنى العام ثم تكلمنا عن سبب النزول ثم تكلمنا عن مفردات هذه الآيات ثم بدأنا نتكلم عن الأحكام الكثيرة التي تناولتها هذه الآيات من كتاب ربنا عز وجل. وصلنا في هذه الأحكام إلى ما يؤخذ من قوله تعالى أمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الإحرام كما قلنا من قبل يجب على المسلم أن يلتزم أحكام محددة. هذه الأحكام تبدأ من نية الحج والعمرة وهما معا، أيضا فيها من ضمن واجباتها لبس الإحرام بالنسبة للرجال وأيضا بالنسبة للسيدات كشف الوجه وراء اليدين عدم حط الشعر عدم سقوط حتى سقوط الشعر أثناء المسير وأثناء العبور عدم أخذ أي شيء من الإنسان. إحنا نريد الحاج لبس هو كما هو. إذن الآية دي تناولت جزء من هذه الأحكام. هذا الجزء يتناول شخص ملتزم بهذا لكنه يعني أصيب بحالة من حالات اقتضت منه التحلل من جزء من محرمات الإحرام. ايه جزء شخص يعني
فصلت به الحال فتناثر القبر في رأسه أو جاءته أوجاع في رأسه أو أي شيء اقتضى منه أن يحلق شعره أو يقصه أو يقص جزء من شعره، فماذا يفعل؟ هذه الواقعة التي حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعب بن عمر يحكي في زمن الحديبية، مر به النبي صلى الله عليه وسلم ووجد القبر يتناثر من رأسي وأنا أوقد على كتل المدين، فقال أتؤذيك هوام رأسك؟ كنت شايف فيه يعني من هوام تتناثر من رأسك، هل تؤذيك؟ نعم. قال احبك وانسك شاء أو تصدق بفرق على ست مساكين أو صم ثلاثة أيام. هذا الحديث الشريف في تفسير هذا النص وقوله جل شأنه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. المريض زي ما مسّت قبل هذا لأن الشيخ من الطيب كان لا يستطيع أن يخلع ثيابه شريط الثياب فكان يلزم أو يلتزم بنفس ثياب العادية زي حتى ثياب العمة مريض ولا كان عليه؟ لا هو مريض يعني مش مريض يعني نايم، لا ضعيف جدا بحيث أنه هو أي شيء غير عادي يمرض يعني يمرض. المهم إنسان لم يستطع أن يلبس ثياب الإحرام أو لم يستطع أن يبقى يبقي على شعره أو لم يستطع أن يلبس نعليه، لازم يلبس حذاء كافي وإذا صاب كذا وكذا وكذا وكذا. المطلوب لا هو اللي يتحدث عن هذا الرزق، لكن عليه أن يفتي حتى ولو كان في عزر، لأن النص هنا هو العزر موجود ومع ذلك لازم أن يفتي فيه. العزر موجود ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ألزمه بالفدية. الفدية النبي عليه الصلاة والسلام حددها إما بفرق، فرق في ذلك الوقت كان فيه 12 مدة في مدة المصطفى عليه الصلاة والسلام. احنا عندنا التقييد الشرعي اللي من زمان أن أربعة أمداد تساوي صاع، أربعة أمداد تساوي صاع، معناه أنه مطالب بكم صاع؟ ثلاثة أصع، ثلاثة أصع، لأن الصاع أربعة أمداد، ثلاثة في أربعة كم؟ ماشي مد، مد، حب، أو ينسك شاه أن يذبح شاه أو يصوم ثلاثة أيام. والنص فيه موضوع أولا هو مخير بين أن يصوم أو ينسك شاه أو يوزع على الفقراء ثلاثة أصع من البر أو من التمر أو من غيره، بس كده تفصيل في ما يوزع، لكن النص فيه كلمة أو. قاعدة عندنا قال بها بعض الصحابة إذا جاء أو في القرآن فأنت فيه بالخيار، أين لكن إذا جاء فمن لم يجد عليك أن تلتزم بما ذكر أولا ولا تنتقل منه إلى التاء
الناس تحت ايه؟ هذا الامر. واحنا لما نمسك ايه كفاره اليمين فهي مش اطعاموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسرتهم او كسرتهم او تحرقهم. فماذا لم يجد؟ فصيام. القاعده دي والايه تشتغل على الامرين، قاعده التخييل وقاعده ايه؟ الالتزام الاول بالامر. يعني لا ننتقل من الاول الى الثاني الا اذا عجزت عن الامر. وهكذا في كثير من ايات القران التي ورد فيها كفارات، ورد فيها فدية وغيره، تجد فيها يا اما او فيها ايه؟ يا اما فيها فمن لم يجد. ان كان فيها او يبقى انت بالخيار. فمن لم يجد مثلا في سورة السنة كفارة الزهر فيها ايه؟ فمن لم يجد. هذه الآية جاء فيها ايه؟ أو لا تغسل كما تشاء، بس ايه؟ أول ألا يكون في الإنسان يعني الصابونة تكون فيها ريحة، وألا يتساقط منك من شعرك الشب. إذا قدرت تحفظ نفسك تماما مش مشكلة، حتى تنام في الميه. الشعر او عشرات النساء. طب احنا بنلاقي الناس دلوقتي بعد الاحرام يوم مولع سيجاره. هو يعني خلينا فيما ورد، لكن المحدثات هذه ناخذها على المذهب على السبب ان شاء الله. لان هو ستزيد محرمه سواء بالاحرام او غير الاحرام. يعني هل يجب عليه شيء؟ لا لا، هو لا نقول يجب شيء عليه، لكن نقول هذا امر معلوم، حكمه معلوم، وهو حرمة التدخين. وبعدين هذه الحرمة واجب على من استطاع ان يلتزم بها، لكن من كان يعني عاش مع التدخين فترة طويلة ويصعب عليه يعني قدد منها بقدر الامكان، لان هو من الصعب الانسان يقلع عن هذه العاده السيئه بعد ان يكون تلبس بها مده طويله. طيب يعني يبقى إذا عندنا الشخص الذي يريد أن يتحلل بشيء من الإحرام سواء كان بعذر أو لغير عذر، برضه الحتة دي ننبه عليها، لأن الفقهاء لهم كلام كثير جدا في الموضوع. الآية نزلت لأصحاب العذر. لمن ذلك عمم الحكم. إذا كان صاحب العصر وجبت عليه الفدية من باب أولى تجب على مين؟ على غيره. إذا كان واحد عاوز يترفع وقص شعره مثلا بالحالة دي أو لبس هدومه برضه بتقول عليك إيه؟ عليك هذه الفدية. عاملا أو ناسيا ذاكرا جاهلا هو الإمام مالك عمل في الحكم وجوب هذه إحدى هذه الأمور الثلاث، يا إما الإطعام يا إما النسك يا إما إيه؟ الصيام الثلاثة.